هذه الصور تأتينا من شرق غزة مشاهدينا الكرام. يبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قامت بإطلاق قنابل الغاز، ما أجبر الشبان والمتظاهرون جميعا إلى الانسحاب، لكن هذا الانسحاب ليس بكبير، سيعودون مجددا إلى أقرب نقطة ممكنة. معنا أكرم دلول من جباليا. أكرم، هل تسمعني أكرم؟ أكرم، يعني نحاول الاتصال بأي من مراسلينا المتواجدين عند النقاط الخمس للحصول على أي جديد ونقل الصورة من خلالهم. هذا الحراك الذي أربك قوات الاحتلال و